السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع الفيديو الرابع من سلسلة Your Guide to IT. بناء على طلب ناس كتير جدا عملنا الفيديو ده بعنوان How to Improve Your English. تمام، نبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة، بداية قبل ما ابتدي اقول لك ازاي to improve your language، ازاي تحسن مستوى اللغة بتاعتك، او حتى لو انت ما عندكش لغة خالص ازاي تكتسب المهارة او تكتسب الخبرة ان انت تعرف تتكلم تكتب بالانجلش كويس جدا لمستوى يسمح لك ان انت تشتغل في اي شركة required ان الموظفين بتوعها يكونوا fit في الانجلش. اول حاجه لازم تحط في دماغك ان الانجليش ده مش مهاره بتكتسب، بل هي خبره. يعني الانجليش مش مهاره، هي خبره. يعني على سبيل المثال، انا مش لو قعدت مثلا شهر اقعد اسمع كل شويه انجليش، اقعد اسمع كل شويه انجليش شهر متواصل، اقعد اسمع كل شويه انجليش، مش كده مش هيعلى مستواي. يعني كده مش ايه، هعرف فوكابولري جديده، هعرف ستيتمنتس جديده، هكتسب بعض المهارات، بس انا مش هيبقى عندي خبره تكفي ان انا امستر اللغه. انك تمستر اللغه انك تقعد فتره طويله طويله انفولفد جوه اللغه، تسمع ميوزك، افلام، كورسات، تنزل النت ما شاء الله عمران بالكورسات. تمام، فانا يعني لازم انبهك ان هي عايزه خبره. يعني ما تحطش في دماغك حتى لو انت خدت كورس انجلش، كورس انجلش مثلا في انا اللي انا خدته في الاكاديميه في المودرن لانجوج اكاديمي، في منها 6 شهور، في منها سنه. تمام، فسنه انا خدت، انا اخترت سنه. تمام، في ناس ممكن تختار 6 شهور. ف اللي انا عايز اوصله لك ان انت لما مثلا اما تيجي تقعد سنه كامله او 6 شهور، ممكن تخرج تحس ان انت خلاص يعني ابتدت اللغه تمشي معاك. تمام، ابتديت تحس ان انت بتعرف تتكلم، بتعرف تتكلم انجلش. تمام، نسبة الفولس عندك قليلة، فحط ده في اعتبارك. يعني انت يعني لازم، يعني اللي انا عايز اوصله لك ان انت لازم تصبر، لازم تصبر. تمام، اول جملة يعني انا كتبتها who masters English words come out from his tongue not from his mind. الجملة دي معناها ايه؟ معناها ان انت لما تيجي تتكلم انجلش اللي ما تحطش في دماغك يعني غلط، تعرف ان انت لا لسه بدري عليك، تعرف ان انت لسه بدري عليك. اللي هي ايه المرحله دي؟ اما تيجي تتكلم انجلش وتقول ايه ده، طب انا هقول مثلا هالو ماي نيم از احمد، اقعد افكر بقى ان نيم بتيجي مع از عشان مفرد ومش عارف ايه والكلام ده، اقعد افكر وانا بتكلم، اقعد افكر في ترتيب، هل اللغه تركيبتها انا طلعتها صح او لا؟ لا، ده غلط، ده غلط. اتكلم انجلش سموثلي. ما تقولش ايه ده، طب هي اللغه طلعت من عندي، طب انا كده الجمله طلعت من عندي صح ولا لا؟ اوكي، مفيش مشكله ان انت تغلط، مفيش مشكله. وانت حتى بتيجي تتكلم مع واحد مثلا انجليزي او كده، امريكان، بريطاني، استرالي، كندي، مفيش مشكله ان انت تطلع جمله غلط، يعني انت تطلع تركيب غلط. هم نفسهم بيغلطوا، يعني هم نفسهم بيغلطوا. اوكي، بيغلطوا في البروبوزيشنز، حروف الجر كمان عندهم ازمه. في ناس يعني انت ممكن، يعني انت مش شرط، مش عشان انت مثلا تحس ان انت مش فت مثلا في البروبوزيشنز، ها اذا انا مش عارف اتكلم انجلش، هم نفسهم هناك بيتلخبطوا في حروف الجر. اوكي، فانا زي ما بقول لك انت خلي، حاول على قد ما تقدر تخلي تمرن نفسك مثلا كل يوم كده، اقعد مثلا 5 دقائق اتكلم انجلش من غير ما عقلي يشتغل مع استخراج الجمل، يعني اكستراكت الستيتمنتس بتاعتك بس من غير ما تقعد تفكر هي كده صح ولا غلط. اوكي تمام. الاغاني ممتعه، الاغاني يعني ممتعه حتى كلسنينج بعيدا عن اللغه يعني، وبالنسبه للغه هتحس لغتك جدا وموفره في الوقت. يعني انت مثلا وانس انت سمعت مثلا اغنيه اقصاها كام دقيقه، 4 دقائق، 5 دقائق بالكتير، الاغنيه هتوفر عليك، يعني هتوفر عليك جامد. انت اما تيجي مثلا يعني انا مثلا من اول ما كنت في اولى ثانوي بدات اسمع اغاني انجلش. انت مثلا بتسمع، انا بسمع مثلا اغنيه، اوكي، بعدين افتح موقع
في الليركس بتاعت الاغنيه، الليركس اللي هي الكلمات بتاعت الاغنيه، واقعد بقى اشوف اه ده هو نطق الجمله دي كذا، نطق الجمله دي كذا، نطق الجمله دي كذا، ستيب باي ستيب باي ستيب باي ستيب، وميوزك باي ميوزك ميوزك باي ميوزك، خلاص عرفت ان انا خلاص الجمله دي بقت بتتكرر كتير قوي، الجمله دي بقت بتتكرر كتير قوي، ما دام قال الجمله دي كلها على بعض قصده كذا 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 كذا، تمام، من غير ما افصص يعني مثلا جمله من 10 كلمات هما بيقولوها بريتم او بريم معينه، تمام، بيقولوها بنغمه معينه، انا اما اجي اجي اما اجي اسمعها في مثلا في فيلم او في اغاني كل شويه كل شويه كل شويه، اقدر خلاص انا اقدر خلاص ان انا احدد الجمله دي، ها، من غير ما اقعد احدد افصص ال10 كلمات اللي جواها، لا انا اوريدي خلاص سمعت الجمله دي كلها على بعض، يبقى هي معناها كل هي دي اه الجمله دي اللي هي معناها كذا كذا كذا، من غير ما افصص ال10 كلمات على بعض. خلي بالك كنت بتتكلم عربي، كنت بتتكلم عربي الناتيف لانجوج بتاعتك، انت ما بتقعدش تفكر الجمل بتاعتك طالعه بكلمات ايه، او اللي قدامك بيسمع جمله وتقعد تفصص الكلمات بتاعتها، انت بتاخد بمعنى الجمله، انت بتسمعني دلوقتي انت بتاخد بمعنى الجمله، لكن ما بتاخدش ان انا قلت كلمه كذا على كذا على كذا على كذا فركبت لي جمله معينه. اللي انا عايز اوصله لك ان انت اول حاجه بتيجي الاغاني طبعا موفره جدا للوقت اكتر من الافلام، ريكومند يعني انا ريكومند ليك الاغاني اكتر من الافلام لانها بتوفر في الوقت جامد جدا. كمان كل ما تسمع مثلا اغنيه في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه هتكتسب خبره جامده جدا، الجمل نفسها بتتكرر، هتلاقي الجمل دي اللي بتتقال في الاغاني هتلاقي بتتقال في الافلام، هتلاقي بتتقال في اي حته اي حد بيتكلم انجلش خصوصا الامريكان لانجوج هتلاقيها بتتكرر كتير. اوكي، الافلام برضو بتنمي اللغه بتاعتك، خصوصا الافلام اللي بتبقى محطوط فيها الترجمه ده بالعربي، انت ممكن بقى تركب ده على ده. يعني انا على سبيل المثال انا كنت بتفرج على الافلام، انا مثلا ايه بعمل ايه، اه هو مثلا بنزل الترجمه العربي، فانا بقرا مثلا الترجمه العربي واركب هو قال ايه بالانجلش، اه ده هو بيقول الكلمه دي كذا بالعربي معناها كذا. بس انا ما ركمان يعني انا ما اقترحش عليك الفكره دي، في موقع اسمه سابلوريكس، اوكي، موقع سابلوريكس ده تقدر تنزل عليه ترجمات الافلام بس بالانجلش، يعني مثلا فيلم مثلا زي على سبيل المثال فيلم ليميتلس، اوكي، انا ممكن انزل الليركس بتاعه الفيلم بالانجلش، فبالتالي انا بدات اقرا الكلام اللي هو بيقوله بالانجلش بلس ان انا عرفت هو بيقول جمل الانجليش الكلمات بتاعت الانجليش دي ازاي. اوكي، خد كورس انجليش، انا ارش يعني انا اقترح ده عليك، خصوصا ان انت هتاخد شهاده، يعني انا الشهاده بتاعتي معتمده من كامبريدج. اوكي، ف يعني مع اني اقول لك حاجه، يعني في الشركات او كده في الانترفيوهات ما بيعتمدش قوي، ما بيعتمدش، ابتدى الاتجاه ده يسود يعني البيزنس دلوقتي، هو ما بيعتمدش بالشهادات اللي انت واخدها قد ما هو بيدخلك على يعني تكنيكال تيستس بلس لانجوج تيستس عشان يعرف انت فعلا فعلا يعني ضارب الشهادات دي ولا انت فعلا خدت الكورس ده. يعني على سبيل المثال انا واخد معاه سي سي ان اي، اما رحت اقدم هو ما قاليش اوه انت معاك سي سي ان اي، اوكي خلاص جوين الستاف، انت جوين الستاف بتاعنا الستاف بتاعنا، لا هو راح حطني على اختبار اوكي عشان يتاكد. فانت خد كورس، الكورس هيديك شهاده، هتملى السي في بتاعك، يعني انت بقى السي في بتاعك بقى معاك لغه اوكي، بلس ان انت ك بلس ان انت ك واحد انت هت يعني انت بلس ان انت ك الخبره او كمهاره الكورس هيضيف لك. اوكي، فيا ريت يعني انا يعني انا خلي بالك انا بقترح ده بس مش ضروري، يعني انا مش قلت لك ضروري ان انت لازم تاخد كورس، لانك انت مجرد وانس ان انت خلاص حسنت اللغه بتاعتك عن طريق الانترنت عن طريق الاغاني عن طريق الافلام زي ما قلت لك، اوكي، بلس في حاجات تانية سورسز تانية هقولها لك في اخر الفيديو، اوكي، فبلس يعني وانس ان انت خلاص عملت امبروفمنت لللانجوج بتاعتك مش شرط تاخد كورس او مش شرط تاخد شهاده، لانك انت اول ما تدخل لشركه هي هتمتحنك من ذات نفسها، هتعرف يعني اذا كان انت فعلا انت عندك كوماند كويسه في الانجليش ولا لا. اوكي، اول يعني اول حاجه اول سؤال في الانترفيو do you master English؟ اول سؤال في الانترفيو يعني هو بيقول لك انت بتعرف تتكلم انجلش؟ لا، يعني انا اتسالت السؤال ده شخصيا في الانترفيو، اول سؤال انت بتعرف تتكلم انجلش؟ عندك لغه؟ اوكي، ف
فلو انت قلت لهم لا اوكي، قالوا لك كتبت لك ايه، they will immediately wrap the interview up، يعني هي يعني خلاص هيزحلقوك، يعني خلاص مفيش لازمه. تمام يا جماعه، خلي بالك انت في شركات، يعني الشركات دلوقتي والبنوك كده بتتعامل انترناشونال كتير، يعني انت عندك بنك مثلا بيتعامل انترناشونال، واللغه الانترناشونال في البيزنس هي الانجليش، فهو اوريدي محتاج ستاف يكون ها يعني عنده كومنت كويسه في الانجليش. اوكي، ده بالنسبه للشركات امر مهم جدا. تمام. تاني حاجه، الشركات بالتست اللي بيتقدمه للانترفيو، فحاول يعني الشركات فعلا يعني هي يعني هتست اللانجوج بتاعتك. اوكي، فحاول اللي انت حتى بعد لو انت خدت كورس مثلا او كده، حاول اللي انت تحافظ على اللغه بتاعتك. اوكي، مش مهم ان انت خدت كورس مثلا سنه او 6 شهور، خلصت وخدت الشهاده، حسيت انك كنت في الانجليش، تقوم سايب الموضوع. اوكي، لا، حاول ان انت كل يوم مثلا تقعد 5 دقائق تتكلم انجليش مع نفسك. تخيل انت في حوار افتراضي، تمام، اقعد مثلا اكتب مثلا ريبورتس بالانجلش، اكتب كلام بالانجلش، اكتب مثلا انت حصل لك ايه النهارده بالانجلش في ورقه كده. اوكي، فيعني keep up with this language all the time. اوكي، عشان لما تيجي تتقدم لشركه او كده تبقى انت اللغه بتاعتك لسه في التعامل. اوكي، as an IT engineer, once you solve an IT issue, make a report over the problem in English. دي اللي يعني انت كـ IT بقى، لو احنا بقى بنتكلم انت كـ IT، اول ما بتلاقي مشكله عندك في مثلا في النتورك، انا حليت المشكله. اوكي، الشركه بتفرض عليك ان انت تكتب تعمل ريبورت على المشكله بلس الحل بالانجلش. معايا؟ ده جانب من جوانب استخدامك للغه، ده جانب من جوانب استخدامك للغه. هل في جوانب تانية ممكن استخدم فيها اللغه بتاعتي؟ ايوه، انت كمهندس اي تي مثلا اتخصصت في النتورك، معاك سي سي ان بي، سي سي ان بي، سي سي ان اي، سي سي ان بي، عايز تاخد سي سي اي اي اللي هي اعلى شهاده في سيسكو. تمام، مفيش شرح ليها في العربي. انت بلس انا عايز اقول لك الشروحات العربي في الكورسات الاي تي كلها انا عن نفسي ما بعترفش بيها، يعني انا يعني انا على سبيل المثال انا ما ذكرت سي سي ان اي تبع كورسات شركه سي بي تي ناجتس، بيحسسك بانك ماستر الماتيريال قوي، انت بيحسسك انك الكلام اللي بيديه لك، المعطيات اللي بيديها لك، التمارين، اللابز اللي بيشرحها لك، حاسسك بيديك حاجات زيادة، بيديك خبرة جامدة جدا أكتر من أي واحد بيشرح عربي. أوكي، فأنت اللغة تقدر تستخدمها إنك توفر على نفسك إنك مثلا تاخد كورس مثلا بره. أوكي، أو أنت تذاكر كورس بالعربي، فبالتالي مش هيأهلك قوي، أو ممكن يأهلك قوي للشغل، ممكن يأهلك للشغل كورس عربي مثلا في سي سي إن إيه يأهلك للشغل، بس مش زي كورس الإنجليش، مش زي كورس الإنجليش، كورس يعني كورس مثلا سي سي ان اي بالانجلش. اوكي، فانا بقول لك اللغه ممكن تستخدمها كمان انك تتعلم. انا بدايه اول فيديو عملته قلت يا جماعه يستحسن قبل ما تبتدي مشوارك في الاي تي حسن نفسك في الانجلش الاول، سواء خد كورس او البروف ده سيلف ستادي. اوكي، لانك انت بتيجي تدخل، انت بتيجي تحب تتعلم داتابيز مثلا اوراكل، او تتعلم مايكروسوفت ام سي اس اي، او تتعلم جافا، او تتعلم اي لغه، المصادر الانجليش ريسورسز عندك كتيره واحسن بكتير من العربي، اكتر من العربي واحسن منها. تمام، فدي الجزئيه اللي انا سائلها دي خاصه بالجزء الجزئيه الرابعه، ان انت يعني اللانجوج هتاهلك ان انت يعني، لا دي الجزئيه الثالثه. الجزئيه الرابعه ان انا بقول لك ان اللانجوج هتاهلك ان انت يعني هتساعدك ان انت تكونتاكت مع العالم اللي بره. يعني على سبيل المثال انا عندي اكونت على موقع سيسكو، تمام، سيسكو اكاديمي، انا اقدر ان انا اكونتاكت مع المهندسين سيسكو من مختلف دول العالم، من جميع انحاء العالم، اقدر اكونتاكت معاهم، اقدر اكستشينج الاكسبيرينس ما بيني وما بينهم. اللغه بتساعدك في الكلام ده، اللغه بتساعدك في الكلام ده. تمام، stop slacking off and hit the puck. بطل تضيع وقت وابتدي اشتغل. تمام، انا هنا حاطط شويه مصادر، يعني اي جي هوجز، اي جي هوج ده مدرس انجلش، انجلش تيتشر جامد جدا رائع، عامل تريننج كورس بس ام بي 3 اسمه ايفورتلس انجلش، يعني انا كتبت لك ويل تشورلي تشينج يور لايف، فعلا كورس ملوش حل،
كورس ملوش حل، اي جي هوك. يعني الكورس ده مساحته تقريبا 7 جيجا. تعالى نطلع كده بره السلايدز، مش عندي، لا مش هنا، تمام. تمام. هنا الكورس بتاع الافورتلس انجلش اهو. اوكي، هو عامل كذا مصدر، يعني عمل كذا سلسله للكورس ده. عنده الايكونومكس في الافورتلس انجلش، توني روبنز. توني روبنز ده شخصيه كاركتر يعني هتتعرف عليه في الكورس. يعني في فلو انجلش، ليرن ريل انجلش كونفرزيشنز. بص يعني، بص كام، بص يعني كام، 30 درس هنا. انا بقى انصحك ان انت تبتدي في الباور انجلش. الباور انجلش 30 درس برضه، 30 درس، تمام. مثلا انت دخلت في الانترو، هو بيعمل ايه؟ انا عندي ملفات التكست اهي، تمام. خلي بالك، وادي الانترو. انا المفروض الانترو فيه 3 ام بي 3، في المين، المين ستوري اللي هو ده، في الفوكاب ستوري. المين ستوري مثلا كلمك عن حاجه في الاتش ار، في الهيومن ريسورسز. هو كلمك عن حاجه في الاتش ار، هو يعني اول كام فيديو كلامك بقى ان انت ازاي تنشط نفسك للمذاكره وتستقبل كويس، حاجات الاتش ار يعني. هو مثلا كلامك الاتش ار. تاني فيديو بيجيب الفوكابلري، بيجيب لك الكلمات اللي جابها في الفيديو الاولاني، الكلمات الصعبه، الكلمات الجديده. واخر بقى حاجه اسمها ميني ستوري. ميني ستوري ده اختراع، يعني عارف كده اختراع يا كوتش، ده اختراع. الميني ستوري ده عباره عن ايه؟ هو قصه ظريفه جدا. هو الميني ستوري عباره عن، هو بيشرح لك قصه، تمام، وقصه خياليه، قصه خياليه، بيشرح لك قصه على هيئه جمل صغيره. بعد جملتين ثلاثه، بعد كل جملتين ثلاثه بيسالك سؤال وينتظرك انك تجاوب. تاني كده ازاي يا احمد؟ يعني على سبيل المثال هقول مثلا قصه، يعني انا هخترع قصه مثلا. احمد راح الكليه الساعه 7 الصبح بالانجلش ده كله. احمد ركب المترو، مش حاجه ببساطه. احمد ركب المترو، احمد المترو كان زحمه. بعد كده هيسالك سؤال على طول، يقول لك احمد صحي الساعه كام؟ فانت تقول على طول 7 كلوك، 7 الصبح. اوكي، بعد كده ينتظرك انت تجاوب، هو ينتظرك تجاوب، بعد كده هيقول الاجابه من عنده. معايا؟ يعني المين ستوري ده فعلا اخترع بيه. يعني هو عمل الحته دي ازاي؟ هو عايزك تجاوب عليه، يعني هو عايزك تتكلم، هو عايزك تتكلم، تمام. فيعني في كل كورس بقى، في كل درس من هنا، مثلا انا دخلت في الايموشنال ماستري، تمام. الايموشنال ماستري، تمام. المهم في الانترو ادي الامبرس 3 اهي. في بقى في لحظه، في الانترو بقى يعني هو جايب لك بقى ايه؟ دي التكست بتاعت الامبرس 3 اللي هو بيشرحها، دي التكست. يعني مثلا انا على سبيل المثال، طب هنشغل مثلا جزء كده. بص يا سيدي، These lessons are sold يعني only انا on مثلا Apple. شغلت اهو ام بي 3. طبعا انتوا مش هتسمعوا هاي، طبعا لان انا مشغل الام بي 3 السماعات على الهيدفون. هو بيقول لك ايه؟ These lessons are sold only on our website effortlessenglishclub.com if you bought. هو في الام بي 3 بيقول لك كده معايا، وبيبتدي بقى يشرح لك ان انت زوم اوت كده، ويبتدي بقى يشرح لك يعني مش عارف افسر ايه اكتر من كده. هو ام بي 3 المين ستوري بيشرح لك قصه، بس هنا في الانترو يعني هيديك انتروداكشن على الكورس، تمام. وفي مثلا في الام بي 3 الثاني الفوكابلري، وادي التكست بتاعه اهو، الفوكابلري التكست بتاعه اهو معايا. يعني مثلا هنا بيقول ايه؟ I also talk about engaging your physiology. Physiology. Physiology means كذا 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 كذا. هو بيشرح لك معنى معنى الكلمه اللي هو قالها. هو قال كلمه فيسيولوجي، هو السبوزيشن عنده ان انت ما تعرفش يعني ايه الكلمه دي، تمام. عنده مثلا let's talk about the word peak. peak اللي هي قمه يعني. so peak I mentioned, so peak I mentioned in the main story. peak means top. تمام. هو قال peak، يعني هو قال peak دي في المين، في الارتكل. يعني هو في المين ستوري اللي هي دي قال شويه كلمات، هو في الفوكابلري بيشرح لك معناها. فالميني ستوري بقى دي الحاجة الجامدة جدا. يعني مثلا هنا في الميني ستوري بيقول لك ايه؟ Welcome to the main story for introduction to Power English. Let's get started. In the main story, I'll tell a kind of strange, funny, stupid story. Usually, actually, I'll ask you this story.
It means I'll ask a lot of questions. The reason I ask this question is to get a lot of repetition so that the grammar structure, the grammar pattern, will go into your brain deeply because you're getting it again and again and again. Okay? يعني هو بيقول لك انا من الاخر انا عايزك تجاوب عليا عشان انا عايز ابني الجرامر عندك صح، الجرامر ستراكشر عندك صح. تمام؟ يبقى انت عندك مين ستوري، مين ستوري في الفوكابولري، والميني ستوري. تمام. فكورسات ايجي هوك دي يعني فعلا خطيره جامده جدا. في كورس تاني اسمه سبيك انجلش لايك ان امريكان، يعني كورس في غايه الروعه، كورس في غايه الروعه. هو عباره عن 25 درس، يعني حتى مساحته صغيره جدا. يعني هو عندي هنا برضو مش عارف اللي جاب باتي فيه الفول هنا اهو. الكورس ده بصوا يا جماعه، الكورس ده كم ميجا؟ يعني هو كم ميجا؟ ده 25 ميجا بس، كورس خطير. هو الاوديو اهي 25 درس معاه، وادي الكتاب بتاعه البي دي اف. انت مثلا الدرس الاولاني الليسون 1 اهو، تمام. هو انت بتشغل ام بي 3 وبتسمع الدرس، وبعد كده بتحفظ الايديومز اللي اتقالت، after all, at least, break the news، دي كلمات عامية بالانجلش بحتة. once ان انت عرفت، يعني لو انت خلي بالك لو انت ماستر الانجليش بالامريكان هتريحك جدا، خصوصا لما تيجي تحب تتعلم كورسات بالاي تي، لان اغلبها امريكان واغلب الانستراكتورز بيشرحوا باللغه العاميه. اوكي، ودي براكتس، دي تمارين على الدرس الاولاني. يبقى انت عندك ام بي 3 بتسمعه، وبعد كده بتحفظ الكلمات دي، وبتعيد برضو سماع الام بي 3، تحاول تستخرج الجمل وتسمع. بص خلي بالك، خلي بالك، ريبيتيشن ريبيتيشن ريبيتيشن. انا قلت يعني الجمله دي يعني كرر كرر التكرار، يعني اقعد اسمع الحاجات كتير معايا، وافتح الجوجل، افتح مش عارف ايه، وهقول لك على ترانسليتور حلو جدا وقاموس حلو جدا جامد جدا، يعني ديكشنري حلو قوي هيفيدك. يعني دي التمارين، تدخل برضه على تاني درس، Bob returns home with bad news. اوكي. يعني الكورسين دول، يعني ده وده ريبورتلس انجلش، ده مساحته 7 وشويه اعتقد، 7 و56 ميجا، 560 ميجا. تمام. هو الكورسين دول جامدين جدا. طبعا الحاجات دي خاصه بالدبلومه اللي انا كنت بحضرها. يعني انا كنت مثلا الجنرال انجلش، انا كنت بزي... انا عندي 12 ليفل، فانا كنت كل ليفل بعمل له ملف تكست كده اجمع فيه الكلمات المهمه. اوكي، يعني انت لو خدت مثلا كورس انجلش حاول تعمل اللي انا قلت لك عليه، اللي انا عملته ده. يعني انت مثلا بتعمل ملفات، بتعمل فولدر كده وانت بتذاكر، ما انت بتذاكر على اللاب، تمام. بتعمل ملف تكست بتجمع فيه الكلمات اللي واقفه قدامك وبتطبعه في الاخر. يعني ايه تاني؟ نرجع تاني. على فكره يا جماعه، في اكاديميات كتير بتعرض كورسات انجلش باسعار كويسه. منح كامبريدج مغرقه الدنيا. يعني منح كامبريدج مغرقه الدنيا. انا التحقت فيها، انا خدت فيها. يعني ارشح برضو ان انت تدور عليها، انت عايز تاخد كورس بره، تاخد المنهج بتاع كامبريدج. ما تروحليش الجامعه الامريكيه، ما تروحليش البريتش كونسل، ما تروحليش معهد القوات المسلحه. صدقني منهج كامبريدج في الشرح جامد جدا وارخص، وهتلاقي مستوى حلو جدا في اللغه. يعني مش اللي بيدرس الجامعه الامريكيه مستواه يبقى اعلى منك. اوكي، انا هرشح لك اكاديميه دلوقتي. ندخل على النت. برضه بس الاقيها على الانترنت. language academy Egypt. اهي مودرن لانجوج اكاديمي، دي الاكاديميه اللي انا كنت باخد فيها. اهي دي الاكاديميه اللي انا كنت باخد فيها. مثلا احنا كامبريدج سكولرشيب. بص انت في كامبريدج سكولرشيب، بص يا سيدي، انت تدفع 1500 انستيد اوف 6000،
فعلا الكورس اللي انا بقول لك عليه لو خدته في الجامعه الامريكيه بنفس بنفس الكونتنتس اللي فيه هيكلفك اكتر من 6000. لو في الجامعه الامريكيه مثلا بريتش كونسل بتاخد 12 مستوى انجلش، بتاخد 4 كونفرزيشن ناتيف انستراكتورز. انا كانت بتديني انستراكتور اسمها اندري، دي امريكيه، وكانت بتديني كل اثنين من 4 ل 8، بتقعد 4 ساعات لمده كام، كان شهرين، لمده شهرين بتديك 4 مستويات بزنس انجلش، وده عليه كتاب بيديهولك ترانسليشن، ده عليه كتاب بيديهولك انجلش فوناتكس، على كتاب برضو سوفت سكيلز. سوفت سكيلز والبيزنس كتاب واحد، اوكي. بتاخد جوه السوفت سكيلز كاستمر سيرفيس، السي في ازاي تعمل سي في، الكوميونيكيشن سكيلز ازاي تكوميونيكيت مع زملائك في العمل، التايم مانجمنت ازاي تنظم الوقت بتاعك معايا. يعني فعلا كورس في غايه الروعه، بلس ان الاكاديميه دي فعلا محترمه جدا، المستوى بتاعها رائع، المستوى بتاعها رائع. نرجع تاني مترو ليركس. لو انت بتسمع اغاني بقى وكده ويعني عايز تسمع ليركس، مترو ليركس الموقع رقم واحد في الليركس، اوكي. يعني انت برضو سيرش عليه، اكتب مثلا اسم الاغنيه وجنبها مترو ليركس، تمام. ابعد عن الراب، محدش يسمع لي راب، اوكي. انا مش عارف هي راب دي تقيله ولا خفيفه يعني، اوكي، محدش يسمع لي راب. يعني زي ما قلت لك انا كتبت لك كده، دي هاد نو لانجوج. يعني انت تيجي تسمع لي امينيم او مش عارف ايه او جايزي كده، ما هتتعب، اوكي، ومش هتاخد لغه هتعرف تتكلم بيها، مش هتاخد لغه هتعرف تتكلم بيها، تمام. يعني احب انوه كده يعني ايه، بس فاني يعني اسمعها. انا بس انا بسمع راب، بس مش عشان انت، بس انا بكلمك على اساس انك تجين لغه، اكسبيرينس في اللغه، ابعد عن الراب. يعني يعني مثلا اسمع اللي هو الروك، عندك انريكي، عندك شاين وورد، عندك افريل لافين، عندك مين تاني، عندك باك ستريت بويز، ويست لايف، عندك ايكن، ريهانا، كاتي بيري، عندك ناس كتير تقدر تسمع لهم، اوكي. واللغه بتاعتهم كويسه، هتقدر تفهم لما تقدر تسمع الليركس، هتقدر تجمع، اوكي. لكن ما تسمعليش انا، مش هتعرف تجمع حاجه حتى لو انت شغلت الليركس قدامك، تمام. احنا خلصنا الفيديو ده. بس انصح بس كام نصيحه دلوقتي يا جماعه، انتوا على اعتاب بدايه الترم الثاني معايا. انا في ناس بدات فعلا مشوار البيلدينج اب بتاع الكارير بتاعهم، الناس دي ريسبكت جامد جدا 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 القرارات بتاعتهم. في ناس بدات تاخد كورسات سي سي ان اي، وفي ناس بدات تاخد كورسات انجلش، في ناس بدات تاخد كورسات ويب ديفلوبمنت، اوكي. فانا فعلا يعني بحييهم، ناس فعلا بدات من الوقت الصح، وان كان بدا في ناس بتقول ايه ده، انا هبدا في الترم الثاني، الترم الثاني تقيل، والترم الثاني مش عارف ايه. يا حبيبي احب افهمك حاجه، ان انت في كهرباء لما تيجي تدخل، لو انت هتدخل حاسبات بقى، اوكي، كهرباء، كهرباء اتقل من اعدادي، فانت هتضغط كده كده، والتميز ما بيجيش الا بالتعب وبالاجتهاد. عمر ما هتيجي فتره في حياتك هيقول لك هتبقى اوت اوف بريشر، فبالتالي هيبقى عندك وقت جامد جدا انك تعمل اللي انت عايزه. مفيش وقت في حياتك، يعني مفيش وقت في حياتك هتبقى فاضي فهتقدر تعمل اللي انت عايزه، فتاخد كورس او تاخد كذا، هتبقى دايما مضغوط، وتبقى عندك دايما حاجات، يعني هتبقى عندك حاجات لازم، تاسكس لازم تعملها. دي مهارة التايم مانجمنت، إدارة الوقت بتاعتك. دي مهارة الورك أندر ستريس، اشتغل ازاي تحت ستريس، تمام. فحاول تحافظ على الحاجات دي، إياك تخاف، إياك تخاف. أنا وأنا بعمل فيديوهات يو جايد يو أي تي، أنا عارف إن من كل 10 واحد بس هيسمع كلامي، مش واحد بس هيسمع كلامي، واحد هيؤمن باللي أنا قلته وهينفذ، لأن هو دايما كده. صدقني اللي بدأ من اعدادي غير اللي بدأ من اولى كهرباء، غير اللي بدأ من تانية، غير اللي بدأ من تالتة، غير اللي بدأ من رابعة، غير اللي بدأ من اول ما اتخرج. بتفرق جامد جدا في البيزنس، في الماركت بتفرق، تمام. فانا وضحت لكم طبعا، انا في اختصارا كده، ان نلخص اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا عن الانجليش، اتكلمنا عن ان هي خبرة اكتر منها مهارة بتكتسب، اتكلمنا عن البيزنس في الماركت، الشركات بتتطلب ليه
ناس بتعرف تتكلم انجلش، موظفين لازم يعني required، الموظف لازم يكون have a good command in English. اتكلمنا في ثالث مرحله الريسورسز بتاعتك ان انت هتذاكر منها، سواء كورس او اي جي كورسات اي جي هاك اللي هي فورتلس انجلش، او سبيك انجلش لايك ان امريكان، او انك تاخد كورس بره، ورشحت لك اكاديميه يعني فعلا مستواها حلو جدا. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم، والى اللقاء في الفيديو القادم، وهو بعنوان The World of Virtualization.